وعن الجديد اليومي لأرقام كورونا، سجل نهار اليوم انخفاض في العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا اليوم 419 إصابة جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات 39444 إصابة مؤكدة بالفيروس. 12 وفيات مع تسجيل 419 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، يصبح المعدل بحالة واحدة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة، علما أن 11 ولاية لم تسجل أي حالة، 20 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و17 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. بخصوص الوفيات، سجلنا 12 وفاية جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم هو 378 مريض. أما الحالات التي تماثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم لحد اليوم وصل إلى 27653، منهم 306 تماثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. بخصوص الاستشفاء عندنا حاليا 46 مريض في العناية المركزة.